أم رحاب من وجدة. أم رحاب، أهلا وسلام عليكم لالا خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرة أختي؟ لاباس. الله يبارك فيك، أنت كي درتي؟ كلشي مزيان. تحية ليك والطاقم كله. الله يخطيك أم رحاب، أهلا وسهلا. واحد تحية صغيرة الله يخليك ونعطيك واحد الوصفة. واخا لالا تفضلي. تحية لأم رياض والماما والحاجة والبناتها كاملين والولادي رحاب وأبو بكر. نتحيو حتى حنا كذلك ونحيو رحاب وأبو بكر، الله يخليهم لك أم رحاب ويتربوا في عزكم إن شاء الله. ربي امين. غادي نعطيك واحد الحلوه وواحد الشيشه بالخبيزه. واخا طيب نعطيك بدال بالبوله الاول بالخبيزه عاد نشوفوا الحلوه ديال الكاوكاو. واخا بالبوله كناخذوا واحد نص كيلو ديال الشيشه غليظه. نص كيلو ديال الشيشه غليظه كنغسلوها ونفزقوها بشويه زويته في التالي ونخليوها تشرب ديك الميه والزيت. اييه نعم. كنمشيو نجيبوا جوج حزمات نتاع الخبيز. اييه ولا ثلاثه، مهم عينك ميزانك في هذه الوصفه هذه. نعم، جوج ربيطات ديال الخبيزه اللي هما البقوله عاديه ام ريحه بياك. واو، ومعها السلك الا كاين. نتوما كتقولوا لها البقوله، حنا كنقولوا لها الخبيز. نعم، وكاين اللي كيقول خبيزه، كيدير لها تاتي. واو، كاين اللي كيقول الخبيزه. واو، وانت الا لقيتي معها هذيك السلك، حنا كنقولوا له السلك ولا تيغيغيت هنا في وجده هكا كنقولوا. حتى هما كاع هذا الشيء يتقرط شويه شويه. نعم، اللي هو اللي هو السبانخ او لي زيبيناغياك ام ريحه. مانيش يمكن واه انا المهم حنا هنا كنقولوا له السلك، انتم ما كتقولوا له لي زيبيناغياك. نعم، هو الورقات اللي تيكونوا طويلين وخضر هادوك هما. المهم كنغسلوهم وكنحيدوا منهم دوك الثقيبات هكا اللي كيكونوا كحل مضروبين. أيه. ونغسلوهم ونخليوهم يقطروا. نعم، ونجيبوا واحد البصيله متوسطه محكوكه. بصله متوسطه محكوكه وواحد مطيشه حتى هي محكوكه نقولوا لها البذور. اييه نحيدوا لها الزريعه الزريعه. واحد معلقه ديال مطيشه د الحك. معلقه ديال مطيشه د الحك. واحد ثلاثه ولا اربعه دروس ديال الثوم. ثلاثه حتى اربعه دروس الثوم. وشويه ديال زيت الزيتون مخلطه مع شويه الزيت العاديه. زيت الزيتون والزيت العاديه مخلطه. وشويه مليحه وشويه د الملح والكمون. الكمون وشويه حبه كحله. نعم، اللي هي والتحميره. نعم، حبه كحله الابزار. ام رحاب وحنا كنقولوا له حبه كحله، انتما كتقولوا له ابزار. الابزار كنصبوا كل شيء بعدا. الاول كنصب البصله، يعني دائما في النصيب هكذا كندير يا اما محكوكه يا اما مقطعه شويه شويه. نعم، كنديرها مع شويه ديال الزيت في الطنجره وكنخليها تتقلى مزيان حتى كتحمر. نعم، باش كتعطيني ديك البنه ديال لذه البصله. اكيد، وحنا كنعرفوا بان البصله كتستحمل الحراره شي شويه، داكشي علاش كنصبقوها هي الاولى. واو، من بعد مين كتقلى لي البصله كنرمي القوام كامل، كنلوح داك القوام في الطنجره كامل. نعم، وهذيك الخبيزه اللي قردناها حتى هي كنقردوها شويه شويه وكنلوحوها مع هذاك القوام. نعم، وكنروي واحد نسيطرو ديال الماء. نسيطرو ديال الماء نرويو به. اختي خديجه، فاش يطيبنا الخبيزه وفاش تفورنا باش القياس اللي فورنا حتى ديك التشيشه. نعم، وهذيك التشيشه احنا فزقناها من كتغلي الطنجره فيها القوام كامل بالخبيزه بالماء، كنديروا الكسكاس. نعم، وكنرميو فيه التشيشه بالبوله. نعم، يعني كتفور على داك القوام. نعم، يعني هاد الوصفه هذيك يعني كنديروها في بريمه ديال الكسكسو. نعم، يعني وكتمشي على اساس يعني كنفوروا التشيشه وبهذوك الوريقات وبديك الخبيزه او البقوله هي باش كنرويو وهي باش كن هي باش كنرويو. وكنفوروا مهم التشيشه حتى كتفور ثلاثة أربعة المرات حتى كطيب. نعم، ومن بعد كان وديك المريقه ديال اللي طايبه فيها الخبيزه خاصها تكون شويه عاقده، ما تجيش كاع غيمه بزاف. ما تجيش ميها بزاف. مي في التالي من كيطيب كنسرحوا هكا هذيك التشيشه بالبوله في الطبسي. نعم، ونسقيوها بهذاك البويون اللي فيه الخبيزه والثومه والقوام كامل. نعم، وصفه رائعه كتجي فن. حتى انا وراتها لي جوزتي، هي اللي قالتها لي. ودابا شاك فوا مين كتكون خبيزه واجده كنديروها. نعم، وهذه ام رحاب من الاطباق التقليديه المغربيه. نعم، وكتجي رائعه. تقدري لالا خديجه ديري معها حتى الحلبه. نعم، الا بغيتي في الرواه. الا بغيتي النسمه نتاع الحلبه والزعتر وفي ليو. نعم، ام رحاب. نعم، فعلا في الجنوب تيديروها بالزعتر وفي ليو، وفي بلاصه الشيشه كيديروا الدقيق ديال الذره وتجي على اساس بدز الا كنتي كتسمعي. ولكن عادي الا جربوها المستمعات. نعم، جربتيها ديال الخبيزه بالبلبله والله الا. نعم، كتجي فنه والله. كتجي رائعه وكتدفي خصوصا في اليامات ديال البرد. نعم، نعطيك لالا خديجه الحلوه ديال الكاوكاو. عندي ناجيه من وجده من عندكم ام رحاب. نعم، نخلي جارتك حتى هي لها الحظ. تحيه لك ام رحاب، شكرا لك على اتصالك.